القراءة من حيث المبدأ لا نرى مانئا بالنسبة لنا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن تكون هناك ملاحظات وتقارير تهم حرية التعبير في بلادنا، لأننا مؤمنون بأن العتبات التي قطعناها في هذا المجال تعتبر بالنسبة لنا محترمة، فيها كثير من الأعطاب ولكن فيها كثير من الإيجابيات التي تجعل المغرب على الأقل في محيطه القاري والعربي متميز بطبيعته. لكن من حيث التوقيت للمرة الثانية يتم إصدار هذا البلاغ بدون وجود يعني أسباب النزول واضحة لمثل هذه التقارير. ثالثا أن طول التقرير وتركيزه يظهران اهتماما استثنائيا لهذه المنظمة بالمغرب. نقطة الرابعة وأن التقرير حينما اطلعنا عليه وجدنا أنه لا يختلف في مضمونها عن التقارير الأخيرة التي أصدرتها المنظمة على الأقل في السنين القليلة الماضية، بل من حيث طريقة الصياغة أن هناك نوع من التكرار في السرد لوقائع بطبيعة الحال طلع عليها الجميع وظهرت فيها مواقف وظهرت فيها بلاغات وتم يعني الحسم في طريقة التعامل معها بطبيعة الحال دائما تكون مختلفة. النقطة الثانية المنهجية المعتمدة في التقرير كتجعل التقرير أولا يفرغ من محتوى، لأن تقرير الرصد والمتابعة من طرف أي منظمة حقوقية ينبني على معطيات دقيقة جدا على وجهات نظر والآراء الواردة فيه. لا يعقل أن نعتبر بأن أي حادثة من الحوادث التي تقع في بلد من البلدان يكون لها رأي واحد. ما لاحظنا أن هناك سواء عموديا أو أفقيا أن هناك نوع من الرأي الواحد وأن هناك نوع من اللغة التي تنحاز لطرح واحد. بطبيعة الحال إذا خدينا مثلا فقط العينة الأشخاص الفاعلين يعني في التقرير كنلقاو بأنها من اتجاه واحد، وهذا من العيوب القاتلة بالنسبة لأي تقرير لأي منظمة من المنظمات. بطبيعة الحال إذا رجعنا للوقائع كنلقاوها بأن استندت على معطيات لحالات مرت عليها سنوات وأنه صدرت فيها أحكام وكانت فيها متابعة دولية وكانت فيها تقارير حقوقية ولم تلتفت لها نهائيا حتى للآراء التي كانت موجودة بطبيعة الحال. كذلك من الأشياء التي أثرتنا في هذا التقرير هو نوع من التفيس، نشعر بأن هذا التقرير فيه نفحة سياسية واضحة لها خلاف مع الدولة المغربية بطبيعة الحال، ونحن نعرف ذلك في السابق، وأن إسقاطه في الرصد وإصدار تقرير بهذا المعنى يعتبر عيبا كبيرا بالنسبة للمنظمة دولية. بطبيعة الحال كثير من الأشياء التي لاحظناها لا يسع المجال للتفصيل فيها، ولكن عموما يمكن القول بأن هذا التقرير بطبيعة الحال بالنسبة لنا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية لا يزيدنا أي شيء ولا ينقصنا أي شيء، لأننا نقوم بفعل الرصد ونقوم بالمتابعة ونتصدى لكل الخروقات التي يمكن أن تحدث. لكن حينما يتعلق بحالات يكون فيها أطراف فإن النقابة تتريث وتدعو إلى المحاكمة العادلة، وإن لم تتوفر فإنها تصدر بلاغات تدعو إلى توفيرها، بل في أحيان نندد بغيابها، ولكن حينما تستقيم المحاكمة العادلة وتكون هناك ملاحظات ويقول القضاء كلمته فإننا نحترمها بطبيعة الحال لأننا في دولة المؤسسات. لكن أن يكون هناك نفس لهدم المؤسسات فهذا أمر غير مقبول بالمطلق بالنسبة لنقابة تشتغل في بلد يعتمد على قواعد وقوانين تدبير البلاد بشكل واضح.